النهارده هنعمل وصفات لذيذه. اول وصفه هنعملها هي الديك، لان دايما في راس السنه بنحب نعمل ديك. بس الديك النهارده هنعمله بطريقه مختلفه عن اللي احنا متعودين نعمله دايما. احنا دايما بنحشيه خضار او بنحشيه رز، النهارده هنعمله شويه على الطريقه الغربيه. وبصراحة أنا ما ولا مرة جربت أعمله بيها، بس لما جربته وطلع حلو جدا قلت خلاص هنعمله على التلفزيون. طيب الوصفة دي عشان نعملها عايزين طبعا ديك رومي، وعايزين توست يعني تقريبا قد يعني نقول 3 كوبايات توست. ممكن نقطعه مكعبات، بس أنا لما طحنته طلع أحلى فهنطحنه خلاص. طيب عايزين تفاح، 1 تفاحة، وعايزين نص كوباية عين جمل، وعايزين كوباية من أبو فروة مشوي ومقطع صغير، وعايزين كوباية كرفس مقطع برضو، وعايزين بصلة، وعايزين 50 جرام زبدة، وعايزين ملح وفلفل. علشان ندق بس كمان برش الليمون، أنا هحطه مع برش الليمون هحطه مع الحشو. علشان ندهن الديك عايزين ندهنه ب 50 جرام زبدة، وهنحط له شوية بقدونس وشوية بشر الليمون وملح وفلفل، وهنحط بقى حاجات للتقديم زي ما انتوا عايزين، برتقال، تفاح، روزميري، زي ما تحبوا. أول حاجة عايزين نعملها هقول لكم على طريقة لطيفة تعملوا بيها الديك. بتاخدوه بتحطوا الديك في حلة كبيرة جدا، وبتحطوا معاه مية تغمره، بتحطوا مع الميه كميه ملح يعني تقريبا كوبايتين ملح كبار، وبتحطوا كوبايه سكر، وحطوا كل التوابل اللي انتوا عايزينها صحيحه. فممكن تحطوا حبهان، ورق لورا، قرف عيدان، ممكن تحطوا بهارات حب، وسيبوه منقوع في التتبيله دي تقريبا ليله كامله في الثلاجه. تمام، نقولها تاني، هنحط مع الميه اللي هتغمر الديك خالص تقريبا كوبايتين ملح وكوباية سكر، وهنحط حبوب من التوابل البهارات بتاعتنا زي ما احنا عايزين. فممكن نحط حبهان، وبنحط ورق لورا، وبنحط كمان حبهان قلنا ورق لورا وقرف عيدان، وممكن تحطوا بهارات حب. دلوقتي احنا حطينا جزء من الزبدة على النار، وهنحط معاه البصل. هي دي بس الحاجة الوحيدة اللي هتتحط على النار في الحشوة بتاعتنا النهاردة، البصل والكرفس. على ما البصل يعني شوية يتحمر خلينا احنا ناخد التوست بتاعنا ونطحنه. والتوست يفضل يكون بايت. وبس كده نبقى حمرنا البصل، هنحط بقى دلوقتي الكرفس. ابو فروة جبناه وشويناه وقشرناه وقطعناه. ريحة الكرفس طبعا مميزة جدا، وهتدي طعم مميز قوي للحشوة. خلاص كده تمام، نبتدي بقى نجهز الحشوة بتاعتنا. خلاص هناخد التوست وهنحطه في بولة، وزي ما اتفقنا هنحط دلوقتي كل التوابل بتاعتنا، والبصل والكرفس والتفاح هنحطهم على الحشوة بتاعت التوست. بيطلع طعمه يعني لطيف جدا عكس ما انا كنت فاكراه، يعني بقالي كتير عايزه اجربه وبقول توست في الحشوه لا لا لا، وبعدين لما جربته طلع فعلا لذيذ. هناخد ابو فروه وهنحط تقريبا كوبايه من ابو فروه، وهنحط كمان عين جمل. دايما يعني الحاجة لما بتبقى طعم جديد بتبقى حلوة. حطينا الحاجات اللي اتفقنا عليها مع بعض هنا، هنحط بقى دلوقتي ناقص التفاح المقطع
هنحطه برضو مع الخلطة، وزي ما اتفقنا هنحط شوية بشر الليمون هنا. خلاص كده الحشوة بتاعتي بقت تقريبا جاهزة، ناقص بس نحط لها شوية ملح وفلفل. نحط شوية ملح. طبعا الديك هو احنا اصلا زي ما قلت لو انتوا نقعتوه في التتبيلة اللي قلنا عليها فانتوا مش محتاجين تحطوا له ملح وفلفل، لان هو خلاص التتبيلة دي بتخليه يشرب كل السوائل اللي انا حطاه فيها. يعني انا لما احطه ليلة كاملة في التتبيلة بتاعت المية والمية فيها ملح واخدة طعم التوابل، هو الديك نوعا ما بيشرب لحمه بيشرب التتبيلة اللي انا حطاها، فهبقى مش عايزة احط له ملح وفلفل لو عملنا التتبيلة دي. في دلوقتي بقى كمان حاجة زيادة هنعملها مع بعض، ايه هي؟ عندنا هنا عصير بصل. انا جبت البصل هنا اهو وعملت عصير من البصل، يعني طحنته وحطيته عصرته جامد بايديا وبعدين صفيته. وده عندي ليمون، وعندنا هنا برضو شوية ملح وفلفل. لو عملتوا النقعة دي ما تعملوش ده، لو ما عملتوش النقعة دي بتقدروا تعملوا ده، بيدي طعم لطيف جدا للديك. فدلوقتي عندكم طريقتين لتتبيلة الديك. هناخد ايه بقى دلوقتي؟ ابرة. الابرة دي ممكن تجيبوا ابرة عادية من السوق، وممكن تجيبوا ابرة المخصوص بتاعت تتبيل الطيور واللحمة والحاجات دي، لان دي ممكن تتعمل مع اللحوم كمان. هنحط مية البصل هنا عشان كده احنا مصفينها علشان اقدر اعديها من الابرة، وهاخد منها كده، شايفين ازاي؟ وبعدين هروح، انا مش عايزة بصراحة احقنه في الجلد علشان خاطر ما يتفتحش مع الحرارة، فانا بين الجلد والعظم واللحمة هاخد التتبيلة بتاعتي وهحط كده خفيف، شايفين ازاي كده. دلوقتي بقى عايزين ضربنا الديك بتاعنا حقن في كل الحتت اللي ممكن فيها لحم كتير، ودلوقتي عايزين نحطه بقى في الفرن. انا الصينيه دي بحبها جدا لانها بتكبر وتصغر حسب الحاجه اللي هحطها فيها، فلطيفه. فدلوقتي هنحط الديك بتاعنا في الصينيه، وبعدين اول حاجه هنعملها عايزين صفتي فطسانة على روحه من الضحك، مش عارفه ليه، ما انت في الاخر حد قال لك انت تركبها يعني. طيب هناخد دلوقتي الديك بتاعنا وهنحطه، خلينا نحطه في الصينية، وبعدين نبتدي نحشيه. خلاص عندنا هنا جوه شوية مية، لازم ننشف الديك كويس قوي. طبعا كمان بالذات لو كنتوا نقعتوه بالطريقة اللي قلتلكوا عليها في الأول فلازم يتنشف، بنسيبه ليلة في المية اللي قلنا عليها، بس أول ما بيطلع لازم ننشفه كويس قوي. تمام، هناخد بقى التتبيلة اللذيذة بتاعتنا دي ايه وأبو فروة، وهنبتدي نحشي الديك بتاعنا بيها. هناخد الزبدة اللي عندنا وهحط لها شوية ملح وفلفل، وهنحط لها شوية بقدونس، وهقلبهم مع بعض، وهدهن الديك بتاعي بالزبدة دي. طيب دلوقتي احنا هناخد الديك بتاعنا ده، هنقفل بس رجليه، ممكن نحط هنا لو تحبوا تقدروا تحطوا تفاحة او برتقانة او اي حاجة، والرجلين المفروض ان احنا هنربطها
هغطي الديك بتاعي بالفويل وهدخله الفرن على درجة حرارة عالية جدا، أعلى درجة حرارة في الفرن عندي لمدة نص ساعة، وبعد نص ساعة هخلي درجة الحرارة تقريبا 190 وهسيبه يقعد كامل الوقت من 3 ساعات ل 3 ساعات ونص حسب حجم الديك، بس هو المتوسط بتاع حجم الديوك هيكون محتاجين 3 ساعات 3 ساعات ونص. بعد ما بيخلص خالص بشيل من عليه الفويل وبشويه تحت الشوايه.